بسم الله الرحمن الرحيم. من التطبيقات التانية اللي احنا هناخدها على الفاينات ستيت ماشين لو انا عايز اعمل اشارة مرور، فتعالى كده نشوف الستيت دايجرام بتاعها بيتعمل ازاي. لو انا في الانيشال ستيت بتاعتي اللي هي اس زيرو، اس زيرو دي هو مدهاني ان انا عندي اشارتين مرور. الاشارة الاولى لما بتبقى جرين، التانية بتبقى ريد. يعني الشارع اللي فيه الإشارة L1 جرين خضرة، فالإشارة التانية هتبقى حمراء عشان الاتنين ما يدخلوش في بعض. وعندي سنسور بيشوف لو الشارع ده فيه حركة، فيه ترافيك، فيبقى أنا كده محتاج إن الإشارة دي تكون جرين. فتعالى كده نشوف الفاينات ستيت ماشين دي ماشية إزاي. أنا دلوقتي في S نود L1 جرين خضرة وال B حمرا، وطول ما في ترافيك، طول ما السنسور بتاعي ده جايب ان في ترافيك في تي اي، يعني تي اي بترو ترافيك في الشارع اي، فانا كده عايز ان ال اي تبقى بجرين وال بي تبقى بريد. طيب لو ما فيش ترافيك في ايه، هيتحرك لستيت تانية هي كانت الاشارة جرين، بعد كده تبقى يلو عشان الناس تستعد، فال اي تبقى صفرة وال بي زي ما هي لونها احمر. بعد كده من غير اي انبوت ليه بتستنى، مثلا لو انا شغال عليها ب5 ثواني، فبعد 5 ثواني مثلا لوحدها بعد ما بقت يلو تبقى ريد، وال بي هي اللي تبقى جرين عشان الشارع التاني يشتغل. وطول ما في ترافيك في الشارع اللي اسمه بي، الاشارة بتاعت بي تبقى جرين. طيب لو ما فيش ترافيك اللي هي تي بي كومبلمنت، ال بي تبقى يلو وال اي ريد زي ما هي، وبعد كده تستنى مثلا 5 ثواني ولوحدها من غير انبوت تتحول للحالة اللي هي اس زيرو. فكده هي ماشية ازاي؟ ماشية جرين، بعد كده يلو، بعد كده ريد. هنا كانت جرين، هنا يلو، هنا ريد، ودي بقت جرين يلو ريد وهكذا. والكنترولز بتوعي هما التي اي والتي بي اللي هو فيه ترافيك على اي وفيه ترافيك على بي او مفيش. ده الستيت دايجرام بتاع اشارة المرور. عايزين بقى نعمله دايرة. اول حاجة كنا بنعملها، تعالى نعمل انكودنج، اس زيرو تبقى زيرو زيرو، اس واحد يبقى زيرو واحد، اس اتنين يبقى واحد زيرو، اس تلاتة يبقى واحد واحد. وبعد كده اعمل الترانزيشن تيبل. تعالى بقى نشوف الترانزيشن تيبل ده يتعمل ازاي. زي ما خدنا قبل كده، انا دلوقتي في الستيت 00، لو ما فيش ترافيك على الاي، يعني تي اي كومبلمنت يعني دي بزيرو، فتروح للستيت 1 اهو. لما يبقى فيه ما فيش ترافيك على الاي اللي هي تي اي بزيرو، طب وتي بي دونت كير عندي مش فارقه معايا، بروح للستيت رقم 1. طب تعالى نشوف الحاله التانية، لان اس 0 خارج منها سهمين. طول ما في ترافيك على الاي، يعني تي اي بواحد، بروح بفضل في الحالة اللي انا فيها اللي هي اس زيرو، فافضل عندها. تعالى بعد كده نروح للستيت واحد. الستيت واحد هتلاقي ان من غير اي كنترول بعد شوية مثلا 5 ثواني بتروح لاس اتنين، اس اتنين اهي، والتي اي والتي بي دونت كير مش فارقين معايا لانها كده كده ما بتعتمدش عليهم. بعد كده لو انا في الستيت 2 ومفيش ترافيك في الشارع بي، بروح للستيت 3 اهو. طب لو في ترافيك، بفضل في الستيت اللي انا كنت فيها اللي هي ستيت 2. وبعد كده لو انا في ستيت 3، لو انا في ستيت 3 هلاقيها ان هي من غير اي انبوت، ما بتعتمدش على انبوت، بعد شويه بتروح للستيت 0، وفي الحالة دي تي اي وتي بي بدونت كير عندي مش فارقين معايا، هم مش كنترول معايا. خلاص عملت الترانزيشن تيبل، اجيب علاقة توصف اس واحد داش واس زيرو داش، وخلاص ان اس واحد بار بواحد في الثلاث حالات دول، زيرو واحد ادي زيرو واحد، وتي اي وتي بي دونت كير مش فارقين معايا، فيبقى دول كلهم فيهم واحد. بعد كده واحد زيرو، واحد زيرو، وتي اي مش فارقه معايا، فين التي بي بزيرو؟ التي بي بزيرو هنا وهنا، تقاطع العمودين دول مع الصف ده في الاتنين سل دول، فيبقى في هنا واحد وفي هنا واحد. طيب تعال بعدها، واحد زيرو، واحد زيرو اهو، تي بي بواحد فين؟ تي بي بواحد هنا وهنا، تقاطع ما بينهم هلاقي ان في واحد هنا وهنا، واخد الجروب ده
والجروب ده هيطلع لي في الاخر ان المعادلة بتاعتي اس واحد complement في اند مع اس زيرو اور اس واحد اند مع اس زيرو complement اللي هي الاكس اور، فتبقى المعادلة بتاعتي اس واحد اكس اور اس زيرو. تعال بعد كده نجيب معادلة توصف اس زيرو داش، هلاقيها ان هي بواحد فين؟ عند زيرو زيرو، والتي اي بزيرو فين؟ هنا وهنا، التقاطع ما بينهم هيديني الاتنين سل دول، وبعد كده واحد زيرو، وتي بي بزيرو فين؟ هنا وهنا، تقاطع ما بينهم السل دي والسل دي، يبقى في واحد هنا وواحد هنا. هاخد الاتنين دول جروب مع بعض، والاتنين اللي على الحرف دول جروب مع بعض، هتطلع لي المعادلة في الآخر بالشكل ده. جبت معادلة توصف اس زيرو داش واس واحد داش، فاضل لي إن أنا أجيب معادلة الأوتبوت. هتلاقي إن الأوتبوت هنا هو إيه؟ الأوتبوت هنا هو لون الإشارة أخضر ولا أحمر ولا أصفر، فالجرين أو ريد أو يلو. تعالى كده نشوف هنعملها إزاي موضوع اللون ده. تعالى نعمل إنكودنج للون، يعني مثلا الجرين نديله 00. جبتها منين؟ انا فرضت من عندي، كنت ممكن ادي اي انكودنج انا عايزه، بس ابقى عارف الانكودنج ده بتاع الجرين والانكودنج ده بتاع اليلو وهكذا. اليلو اديته 01، الريد اديته 11، هتفضل حاله ان يوز. دي مش دونت كير، دي 11، اسف دي 11، والحاله دي نوت يوزد. تمام، فانا كده عملت انكودنج للالوان عشان ابقى اعرف اميز اللون ده من اللون ده من اللون ده. هلاقي ان الانكودنج للالوان كل واحد عبارة عن 2 بت، الاتنين بت دول مثلا هخزنهم في فاريابلز اسمه ال1 و ال0، ممكن افرض اي رموز انا عايز، المهم ابقى فاهم بس. تعالى بقى نجيب علاقة ما بين الاوتبوت والكرنت ستيت. قلنا ان الاوتبوت هو لون الاشارة عندي، فهلاقي ان انا عندي اشارتين ال ايه و ال بي اهم، ادي ال ايه و ال بي. طب ليه عملت من كل واحدة خانتين؟ لان قلنا زي ما قلنا ان اللون بيتخزن في 2 بت على حسب الانكودنج اللي انا عامله، فكل 2 بت بيمثلوا لون. هلاقي ان انا عند الستيت 00 ال ايه هي بجرين، والجرين كان 00، و ال بي كانت ريد، الريد انا عامل له انكودنج 10. طيب اللي بعد كده في الستيت 1 يلو ريد، اليلو 01 والريد 10. في الستيت 2 ريد بواحد زيرو وجرين 00. في الستيت 3 10 وال بي عندها يلو اللي هي 01. ادي المعادلات لما استخدم كارنوف ماب او استخدم البوليان الجبرا عشان اجيب، هلاقي مثلا ان معادله ال بي 0 باس 1 اس 0 وهكذا. اجيب المعادلات كلها، يبقى انا جبت معادلات توصف الكرنت ستيت ومعادلات توصف الاوتبوت بتاعي اللي هي لون إشارة المرور. بعد كده ارسم الدايرة زي ما عرفنا بتترسم ازاي، وخلاص كده المسألة بتاعتي اتحلت.